عارف يا سيدي ان هي بنت اغنى واحد في البلد اللي انا عايش فيها، وعارف كمان ان هو مأجر لها المسرح كله قرش كومبليه عشان خاطر عيد ميلادها. بصراحه حسين انا مش فاهمك، هو انت بجد ضميرك الفني راضي بحاجه زي دي؟ حاسس بحاجه. انا اللي شايله الليله لوحدي يا اخي. ليه يعني حبيبتي؟ ما احنا الاثنين واحد. لا مش واحد. فريده دخلت في غيبوبه. دكتور بيقول غيبوبه كبديه. يعني انت ضارب لي 6 اوردرات الشهر اللي فات ومش عايز تروح تصوير بكره؟ تقلقش، الدنيا ماشيه زي ما انا مرتب بالظبط. يا باشا ما هو لو في اي جديد هتلاقيني بكلمك على طول، اصل المصلحه واحده. عارف لما الواحد يبقى عنده بنت زيك وتكلمه بالطريقه دي المفروض يقول لها انت سافله وقليله ادب. بنتي ياها، بنت الباشا اللي ما بتنيمكش الليل. فريده، فريده هاني، انت هتعمل فيها صاحبها. كل سنه وانت طيب يا عمر. ايه ده عمر؟ احنا هنتعامل مع ذاكره مدام فريده على ان احنا بنلعب لعبه بوصل وبنكونها قطعه قطعه، حتى لو كل قطعة لوحدها مش مفهومة. سنة حلوة يا جميل. انت هتفضل قاعد كده بلبس ابو جهل اللي انت لابسه ده؟ قوم غير هدومك، عايزين نرجع الهدوم. انا هنا ايها الخل الوفي. يا ايها الخل، يا 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 خلو. انا عندي رواية حابب احكيها لك واسمع رأيك فيها. انت حد قالك ان انا عايزة حد يقرأ لي رواية؟ بس يا ستي، البطل أول ما شافها حياته كلها اتغيرت وما بقاش شايف حد غيرها. هو العرض مش هيبدأ بقى؟ اصبري يا بنتي، صدقيني العرض هيعجبك قوي. انا اول ما اتفرجت عليه قلت لازم اخدك معايا عشان تشوفيه. يا بنتي انا مش زيك، انا ما بحبش المسرح. وطي صوتك، هتغيري رأيك تماما لما تتفرجي على العرض ده. بس بقى عشان قربوا ابتدى القدر بعت له هدية لحد عنده، هدية ما كانش يحلم بيها. عمر 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 عمر، حذر فذر، مين برا؟ انا لا بحذر ولا بفذر، واخلص بنتي ياها. حسين، هو انت ما ينفعش تتكلم على طول؟ ما تقولي مين؟ يا بنتي ياها، بنت الباشا اللي ما بتنيمكش الليل. فريدة؟ فريدة هانم، انت هتعمل فيها صاحبها. حسين اوعى تكون بتضحك عليا. وربنا بره، وربنا انت اخويا. ومعاها بنت ايه؟ زي القمر،
شعر ايه وعينين ايه وجمال ايه؟ طبعا دي خد بس تعالى. حبيبتي ان كان الموت قد انتزعك من بين يدي فلن يقدر ان ينتزع حبك من قلبي وثنايا ضلوعي. لن انساك ولن انسى عيناك وساخلد ذكراك. كنت اتي كل يوم اليك بالورود، اليوم ساغطي جسدك بالورود، وغدا ساغطي قبرك بالورود. ايه ده؟ وانت مش كنتي مش بتحبي المسرح؟ بص البنت اللي بيحبها ماتت. ايها الخل الوفي هات الورود. انا هنا ايها الخل الوفي. هيا انا هنا ايها الخل الوفي. ايها الخل يا خلو يا خلو يا رجعي المشهد هيبوظ. هيبوظ ايه؟ ما هو باظ خلاص. الله بحب ريحه الورد البلدي قوي. لو اعرف مكانك هجيب لك كل يوم بستان. لا ده انت مجنون بقى. ابقى مجنون لو شفتك وما اتجننتش. يا خراشي ده ايه العسل ده؟ قلت لك حطي لسانك وبقك شويه. انت بتهورك ده بوظت الروايه. انا جايز اكون بوظت روايه المسرحيه، بس في روايه احلى بكتير ابتدت دلوقتي. ايه ده؟ احنا بنعمل ايه؟ يا فريده، قصدي يا مدام فريده، انا بحكي لك روايتي واحنا اتفقنا على كده. انا تعبانه عندي صداع. ايوه بس ما بسش سيبني لوحدي ارجوك ارجوك. بيبي موت من فضلك امشي امشي من فضلك. المسلسل مش هيكمل يا متر، عايزاك تشوف لي اي مخرج. سيادتك ناسيه ان انا اللي عامل العقد ده، يعني تقريبا حافظه، وللاسف الشديد ما فيهوش ولا مخرج واحد. انا ما بدفعلكش 20,000 جنيه متر في الشهر عشان تقول لي ما فيش مخرج واحد. اتصرف. هايدي هانم صدقيني العقد ده واضح وصريح، الحاله الوحيده اللي تعفيكي من الشرط الجزائي ده هو وجود عذر قهري مانع. ايه بقى العذر المانع ده؟ يعني كارثه طبيعيه، زلزال، بركان، او ان مثلا بطل العمل يمرض او لا قدر الله انه يموت. طيب في مخرج اهو. مش فاهم سيادتك تقصد ايه. هكلمك بكره. ميرسي يا متر. اوكي بعد اذنكم. هي بتبقى خلاص افتكرت، فجأة بترفض تكمل كأنها مش عاوزة تفتكر. مش هي اللي رافضة تفتكر، اللاوعي عندها هو اللي بيعمل حيلة دفاعية.
عشان يمنع وصولها للحظة حدوث الصدمة اللي هو أصلا هربها منها فقدان الذاكرة. قصدك إن اللاوعي هو اللي أفقدها الذاكرة؟ بالظبط كده، عشان يبعدها عن ألم الصدمة فبينسيها اللحظة والذكرى اللي حصل فيها الصدمة. بس إيه اللي يخلي شخصية قوية زي فريدة تفقد الذاكرة؟ معنى كده إن الصدمة اللي حصلت كانت شديدة قوي. أكيد، وإلا لو أي حد جاله صدمة كان فقد الذاكرة. ويا ريت لو نعرف إيه اللي حصل هيفيدنا كتير جدا في العلاج. كلم حيرني مش قادر أعرف إيه اللي حصل. ماشي، شكرا يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. هلا يا استاذ عمر، فين الاستاذ عمر؟ هناك. شكرا. لا عمر. ايه يا حبيبي، طمني عليك، عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. اخبار فريده ايه؟ صحيح افتكرت؟ خمس دقايق بس وبعدين رجعت نسيت. والدكتور قال ايه؟ الدكتور كمل سأل انه مش هتقدر تفتكر اكتر من خمس دقايق في اليوم، عشان كده انا قررت افضل معاها. هتفضل معاها طول اليوم؟ خدت غرفه هنا. طب والشغل يا عمر؟ احنا كده مش هنلحق نخلص المسلسل ولا نسلمه في وقته. والله يا حسين انا مش هقدر اكمل. طب والشرط الجزائي يا عمر؟ مفيش حاجه بالنسبه لي دلوقتي اغلى من فريده. انت عارف انت بتضحي بيه؟ عارف، معاك حق يا عمر. يلا بينا يا حسين. ايه يا عمر؟ معلش بعد اذنك تجيب لي شويه هدوم من البيت. لا لا يا حبيبي، مش عايز حاجه تاني؟ يا سلامتك، معلش ما تزعلش. لما تقوم فريده بالسلامه ان شاء الله حوضك عن المسلسل. ايه اللي بتقوله ده يا عمر؟ وانا بكلمك عن الشغل عشان خاطر انا مخرج المسلسل. لا يا عمر، اهم حاجه دلوقتي ان فريده تقوم بالسلامه. خلي بالك من نفسك، مش عايز اي حاجه تانية. سلامتك. سلامتك. بابا. بابا تتبو. اسمع يا كلمة بابا دي ما تجيش على لسانك تاني، فاهم؟ ليه كده حسين؟ ليه كده يا حسين؟ من غير سبب يا حبيبي. وخد لك جنب انت بقى. يلا. ايه ايه بس رايح فين؟ اوعى تكون طالع تتخانق مع هايدي. هتخانق معاه ليه؟ يعني عشان زعقت امبارح هي وانكل عمر. هتزعق هي وانكل عمر؟ وبعدين هايدي ليها راجل هو اللي يحاسبها، مش كده برضو يا راجل؟ أنا طالع أخد شوية هدوم لعمك عمر، ولا استنى لما تستأذن ولية نعمتك؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتعمل إيه هنا؟ بقولي صباح الخير الأول. صباح الخير، بتعمل ايه؟ عمر طلب مني اجيب له شويه هدوم. عمر عمر اللي خرب بيتنا. طب بعد اذن حضرتك كده سيبهم واتفضل. ايه ده؟ انت بتطرديني؟ حصلت؟ العفو، اتفضل. طب لو ما اتفضلتش هتعمل ايه؟ اطلب لك البوليس عادي جدا. تطلبي البوليس في ايه؟ الآن مراتك بتطردني وعايزة تطلب للبوليس. إيه اللي بتعمليه ده يا هايدي؟ زي ما سمعت، مش عاجبك يا حبيبي اتفضل معاه والباب يفوت جمل. اتفضل. حسين إيه اللي بتعمليه ده؟ اتجننتي؟
احنا ايه اللي مأخرنا يا استاذ هايدي؟ مفيش تأخير ولا حاجة. ازاي بقى؟ احنا المفروض من 3 ايام كنا استلمنا ال 15 حلقة الأولانيين. معلش حصل شوية دروبات كده وخلاص الحلقات في المونتاج على فكرة. ايوه يعني هنستلمهم امتى؟ على آخر الأسبوع. آخر الأسبوع ده اللي هو يعني قبل العرض بسبعة أيام تقريبا، واحنا لسه عندنا لجنة مشاهدة، فلو تأخرنا عن كده يوم واحد احنا هنرفض الاستلام وهنرجع لبنود العقد والاتفاق والشرط الجزائي. بعتنا آخر الأسبوع. مع السلامة يا استاذ. سلام يا استاذ. اتفضل يا شريف. مع السلامة. انت ليه قلت له ان الحلقات في المونتاج وانت عارفه كويس قوي ان المسلسل ده مش هيكمل؟ بحاول اكسب شويه وقت لحد ما اشوف هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي. تفكري في ايه؟ هقول انا مبسوط قوي انك قررت تخرجي من غرفتك. انا مش عارفه انت قدرت ازاي تاثر عليا وتقنعني انزل في الشمس فيه. بس برافو عليك. عارفة أنا طول عمري بقول لك، قصدي بقول لأي حد بحبه، امشي وراء إحساسك. إيه ده؟ ايه؟ انت حاسه بحاجه؟ لا مفيش حاجه. هو انت مش ناوي تكملي بقيه الروايه؟ طبعا هكمل، بس انت عارفه ان الروايه دي قصه حقيقيه. قصه حقيقيه ازاي يعني؟ يعني عايز تفهمني ان الشخصيات اللي انت كتبت عنهم دول دم ولحم؟ انت عارفهم؟ تصدقي لو قلت لك انت عارفاهم كمان. انا مش ناقصه حيل، انا كمان عارفاهم. ازاي؟ كمل الروايه. هتعرفي الكلام ده في اخر الروايه. عايزك تكمل. ايوه يا ستي، وبعد عيد الميلاد ده البطلة جالها تليفون. يا مسهل الحال يا رب. حسين قبل ما نبدأ أنا مش عاوز غباء. ماشي؟ ما تقلقش ما تقلقش. ماشي يلا. قول الرقم 715. حسين أنت قافل السماعة. صح. 715 25 07 زيرو سبعة سبعة. ألو. ألو مساء الخير يا هانم، ممكن أكلم مدمزي الفريدة؟ حسين هو أنت بتتكلم كده ليه؟ أيوة أنا، مين معايا؟ اهلا وسهلا يا هانم، انا اسلام سليماني مدير دار ايتام الامل. اهلا وسهلا. يا فندم حضرتك، احنا كنا عاملين احتفاليه كبيره جدا بمناسبه يوم اليتيم، وكان يسعدنا ويشرفنا ان انت تكوني ضيفه شرف الحفله. قوي شرفني جدا. ميرسي جدا لذوق حضرتك. في انتظارك يا فندم، في انتظارك. الحمد لله ربنا حليك. الحمد لله. جد هتيجي؟ ها واضح ان البطلة طيبة وبتحب الخير، اكيد راحت. فعلا هو ده اللي حصل. ما فيش ولا يتيم في المكان. ها انا ذا اليتيم المطيب الذي ذاب قلبه في نار حبك. لا لا لا، انت مش بس مجنون، انت مجنون رسمي. انا المجنون في هواك، وكم في قلبي من عتاب. طيب استني، طيب ما تمشيش. اقولك على حاجه، لو خرجتي بره وسبتيني هرمي نفسي من البلكونه. ها طيب حالا. استنى بس يا مجنونه صحيح.
انت بتعمل ايه؟ انزل بس، ده مش جنان، انت كده تموت نفسك خالص. ما هو انت قدامك حل من الاثنين، يعيش معاكي يموت علشان تعيش مع... تعيش معايا فين؟ طيب بلاش اعيش معاكي. طيب خمس دقايق، خمس دقايق بس والله. طب انزل، انزل تقعدي معايا. انزل بس. 50 دقيقة؟ لا 50 دقيقة هسيبك تنتحل. هتنزل خمس دقايق ولا امشي؟ لا 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 تمشي ايه، هنزل. طب استني. طيب كانوا اسعد واجمل خمس دقايق في حياة البطل، وأعتقد أنهم برضو كانوا أسعد خمس دقايق في حياة البطل. صح. على فكرة بقى، الخمس دقايق بتاعتك قربت تخلص وانت ساكت وما قلتش حاجة. هو أنا صحيح ساكت، بس في كلام كتير قوي اتقال، اوعي تكوني ما سمعتيهوش. سمعتش حاجة؟ متأكدة ان هي دي الحقيقة؟ الحقيقة ان انا سمعت كل كلمة سكتك قالها، مش بس النهاردة، يعني ساعة المسرح، تورتة، يوم عيد ميلادي، والورد. انت عارف ان انا دلوقتي مش مصدق نفسي، بس انا خايفة. عقلي بيقول لي حاجة واحساسي بيقول لي حاجة تانية. فريدة امشي ورا احساسك. مش دايما احساسي بيوديني للطريق الصح. وبعدين استنى هنا، انت اصلا الخمس دقايق بتاعتك دي خلصت من ساعه، وانا فعلا لازم امشي عشان انا بجد اتاخرت. هشوفك تاني يا فريده. اكيد يا عمر، اكيد. بس ثانيه واحده، فين بقى الاستاذ مدير دار الايتام و ده حسين صاحبه. حسين صاحبك؟ طب ودار الايتام؟ يا ستي ما تقلقيش، مش انت اصلا نيتك ان انت جاي عشان خاطر دار الايتام؟ انا نيتي كانت دار الايتام. طيب اعتبري نفسك اخدتي الثواب. ماشي ماشي. هوصلك اوضتك مدام فريده. لا لا توصلنيش، انا هروح لوحدي بليز، انا هروح لوحدي. يا ناجي بيه، انا طول اليوم هايدي معايا، عشان كده لا عارف اكلمك ولا حتى ارد عليك. بقول لك ايه، الراجل بتاعك كان هنا ولسه ماشي من شويه. هايدي قالت له ان الحلقات في المونتاج وهتسلمها له بعد اسبوع، وطبعا لا في حلقات في المونتاج ولا هتسلمها له بعد اسبوع، انت عارف دي دماغها سماويه. لا هي بتفكر في حاجه بس انا مش عارف ايه. يا حسين. لا تمام، ماشي يا حسين، ماشي يا حبيبي، مع السلامة، مع السلامة.
ازيك يا عمر؟ اهلا يا استاذ خالد. خالد؟ خالد انا عادل. عفوا. اهلا يا استاذ عادل. يا عم شيل الكلفه اللي بينا، خلاص احنا بقينا زمايل زي بعضينا. بقول لك ايه؟ عجبتك انا في الدور اللي هو بتاع الامير الاغريقي ده؟ ده ما كانش امير اغريقي، ده كان سياف. يا عم ما انا بحب اتواضع مع الشعب بتاعي، ايه المشكله يعني؟ بص على ايه؟ ايه ده، هو بدا ينفسن ولا ايه؟ ده انا اللي كنت عامل البطوله حتى يعني. ايوه حسين، مصيبه. مصيبه ايه؟ والله بحاول معاها على قد ما اقدر. اطمن، ان شاء الله هتبقى كويسه. المهم يعني انت عامل ايه؟ خلي بالك من نفسك. المهم اهم حاجه في ايه يا حسين؟ انتوا عاوزين تقولوا حاجه؟ ايه ما تقول يا نبيل، كنت عايز تقول له ايه؟ ما انا هقول اهو. انتوا مكسوفين تقولوا لي انه بنتي رفعت علي قضيه حجر؟ ما انا فعلا راجل مجنون. تلاش يا عمر، دي قضيه بسيطه، اي عيل صغير عندي في المكتب هيخلصها لك. انا لازم انام. من اذنكم. من اذنكم. يلا اتفضل. صعبان علي يا عمر قوي، محدش يستحمل اللي هو فيه ده. عندك حق، ربنا يكون في عونه. يلا يلا. بتكنسل على مين؟ لا مش بكنسل، ده انا عملته سايلنت. ده حسين. طب ما ترد عليه. هتلاقيه بقى عارف اللي حصل وعايز يسمعني كلمتين وكده. رد نشوف بابا عارف ولا لا. لا قفل. هيتصل. ادخل. انتي لسه ما نمتيش يا مدام فريده؟ لا مش جاي لي نوم. بتسمع ايه؟ دي زربة، انا بعشقها. شعور جميل بيجي لي لما بسمع المزيكا دي بالذات. انت عارف ان انا عمري ما تخيلت اني في يوم من الايام همسك ايد اجمل بنت في الدنيا. ايه ده؟ فكرة انت مبالغ قوي. مبالغ قوي؟ يعني انت مش شايفه ان انت اجمل بنت في الدنيا؟ يعني مش مقتنع قوي يعني في الدنيا. طيب يا ستي انا هسيبك. بعد اذن حضرتك، بس يعني انا اسف هعطلك. هو سؤال واحد بس مش اكتر. بذمتك بذمتك مش دي اجمل بنت في الدنيا؟ صدقني عسل، دي اجمل ست في الكون. والله ربنا يخليكي ويكبر بخاطرك. شفتي يعني انا ما جبتش حاجه من عندي. مش عارفه اعمل ايه في جنانك ده اللي هيجنني. انت على فكره عماله تعيدي وتزيدي في موضوع الجنان ده، انا بجد ابتديت اتخنق. ايه ده انت زعلت بجد ولا ايه؟ زعلت بجد. معلش خلاص يا لا زعلش يا بدر يا عمر، يا كتكوت يا حلو انت خلاص. بقول لك على حاجه بجد. قولي. انت عارف بقى ان
اكتر حاجه خلتني احبك قوي ايه؟ جنينك ده. انا بعشق جنينك اللي كله عقل، وقوتك اللي كلها رقه وحنيه. انت عارف انا بيتهيالي ان انت حاجه كده ما حصلتش قبل، مش ممكن تحصل تاني. طيب عموما بقى الكلام ده مش اول مره يتقال. يا سلام، طب تصدق بقى ان انت رخم؟ رخم؟ ايوه، وضيف بقى موضوع انك رخم ده مع موضوع الجنان، الاثنين رخم ومجنون. لا بتحب الزربة؟ جدا بعشقها، بس مش معرف ارقصها قوي يا ستي. وانا لما تيجي نجرب. نجرب هنعمل ايه؟ هات ايدك بس، هات ايدك انزلي بس، مش هتبطل جنان. يلا بس يلا. اقفي اقفي. عايز اتجوزك، خدي لي معاد من باباكي. بس انا مش هقدر اقول له حاجه زي كده. انا مش طالب منك انك تقولي له اي حاجه، كل اللي انا طالبه منك انك تقولي له ان في واحد صاحبك عايزه في موضوع مهم. المشروع ده هو اهم حاجه في حياته. هقول لبابا. خلاص يا مدام فريده، انت كده تعبتي، لازم ترتاحي شويه. لا انا عاوزاك. انا ما تعبتش، انا لازم تكملي الروايه، لازم اعرف بقيه الروايه. ايوه بس الروايه مش معايا دلوقتي، الروايه في الاوضه. خلاص تروح تجيبها دلوقتي حالا. ممكن؟ طب حاضر ممكن بسرعة. بس انت ارتاحي شوية، عايزة اسمع الرواية، عايزة اكمل الحكاية. حاضر لازم اعرف بقية الرواية، لازم اعرف بقية الرواية. ايه ده، مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ مش عارف. زياد، ايه ده؟ ايه المفاجأة دي؟ ازيك يا زياد؟ زياد، ايه اللي جابك دلوقتي؟ جيت عشان اشوف جنانك يا هاني. انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا؟ عملت ايه؟ انت هتستعبطي؟ جارية زياد، ما تحترم وقفتي يا اخي. احترم وقفتك لما هي تحترم وجودك في حياتها. سيبه يا طارق، واضح ان الدكتور قرا الخبر على السوشيال ميديا وجاي بعد سنين مكبر فيهم دماغه عشان ياخد اللقطة ويعمل فيها عودة الابن الجدع اللي جاي يقف جنب باباه. قول يا دكتور كمل، كل اذانه صاغية والله. انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ احنا كلنا متأكدين ان انت واحدة ما عندكيش قلب، لكن كمان يطلع ما عندكيش عقل. دي جديدة دي، انت مش حاسة بالمصيبة اللي انت عملتيها يا هانم ولا ايه؟ راح ترفع قضية حجر على بابا؟ لا، اروح ادفع 10 مليون شرط جزائي ونفلس. ده بدل ما تيجي تشكرني وتقولي شكرا يا اختي يا حبيبتي ان انت شايلة الشركة السنين دي كلها على دماغك، شكرا يا اختي يا حبيبتي ان انت جاية بتحافظي على ورثنا. ورثنا؟ لا انت خلاص الكلام ما بقاش ينفع معاكي. يا زياد تعالى يا زياد. تعالى زياد بلا قرف بقى. سيبه يا طارق،
في المسلسل هيبدأ. طب انا عايز افهم بقى، هي استندت على ايه اللي خلاها ترفع قضيه حجر على الراجل العاقل الكومن ده؟ استندت على انه حجز اوضه في مصحه نفسيه ومقيم فيها. هو معنى ان انا موجود في مصحه نفسيه عشان مراتي بقيت مجنون خلاص؟ ولو ان فريده كانت دايما تقول عليا مجنون، ظاهر كلامها هيطلع صح. يا عمر يا حبيبي، دي قضيه طالقه في شنك ولا ليها اي لازمه، وبعدين بنتك مش عبيطه، هي اكيد عارفه كده. ده طب افهم دي بقى، اي محامي ابنك عارف ان قضيه زي دي تنتهي بمنتهى السهوله. ده نبيل، الموضوع بقى في الصحافه وفي السوشيال ميديا. اول ما هنطلب من المحكمه ان احنا ننتدب طبيب نفسي يكشف عليك، مع اول كلمه هتنطقها هيعرف انك كامل الاهليه والقضيه تتنسف من اساسها. اكيد هايدي فاهمه كده كويس. طب رفعت القضيه ليه اصلا؟ اهو ليه دي بقى محدش يعرفها غير هايدي. ده فريده، حضرتك فاكره المره اللي فاتت احنا وصلنا فين؟ ليه صممت من الاول اننا نرفع القضيه بكل الشوشره اللي حصلت حواليها دي؟ عشان اكسب وقت طبعا، اي مخرج اخرج من المصيبه اللي انا فيها دي. ايه الصدمه اللي تخليها بالحاله دي؟ كلنا عاوزين نعرف ببساطه كده. مدام فريده دلوقتي في صراع مع اهلها الباطن. يعني ما ينفعش اسيبك لاي واحد كده وخلاص. سيبك للي يستهلك، مش عايز تافه وطمعان فيكي زي ده. انا هموت واعرف البطل والبطله حصل لهم ايه. انا مقهور من النطع اللي شافني بتهزق وما نطقش بولا كلمه. ده بيتي انا اللي بنيته، وانا اللي هدوسه دلوقتي بجزمتي عشان مراتي. وحشتيني قوي يا حبيبتي. حبيبتي يا حبيبتي دي، انا اعرفك منين اصلا؟ انا في الحقيقه يا فندم عندي مشروع، وهو اهم مشروع في حياتي، وقوف حضرتك جنبي في المشروع ده سهل جدا. انت مجنونه؟ حد يرفض عرض زي ده؟ ده ولا في الاحلام. بس يا بابا دي حياتي وانا حره فيها، وانا اخترت عمر. احنا جات لنا اخباريه بتقول ان في مخدرات هنا في الاوضه. مخدرات؟ الحركه اللي انت عملتيها، حركه الحجر على السيد الوالد، حركه اي كلام. هو ايه ده؟